الله، السلام عليكم. نبلش اليوم بالمحاضرة رقم 3 من محاضرات الإميون سيستم، تسلسلها يعني على محاضرات الكلية، المحاضرة رقم 15. زين، هاي المحاضرة عن شنو راح تيجي تحكي للطلاب؟ راح تحكي لي على الإميون سيل بصورة عامة، راح تحكي لي على الخلايا مالت الإميون سيستم، كلش هواية خلايا عندنا راح يجي يشرح لي عنهن. محاضرة نقدر نقول إنه هي نسبة كلش كبيرة من عندها تحتاج لها حفظ، تمام؟ وهي يعني قصيرة مو ذاك القد موضوع المحاضرة. زين، بداية هسه احنا راح نحكي على الخلايا مالت الاميون سيستم، اوكي؟ يعني زين، خلينا نشوف هاي الخلايا منين تجيني، المنشأ مال هاي الخلايا وين. احنا نعرف انه اكو فتشي موجود لي، فتشي اسمه بون مارو. هذا البون مارو هو مسؤول عن انه يعني يؤدي الى ظهور او ينتج من عنده الليكوسايت، ينتج من عند الليكوسايت والأريثروسايت والبلاتليت، أوكي؟ زين، الخلايا يا طلاب اللي موجودة لي بالبون مارو وتطلع لي هاي الأشياء الثلاثة اللي حكينا عليها يسمحولها هيماتوبوبتيك ستيم سيل، هيماتوبوبتيك ستيم سيل، يعني الخلايا المكونة للخلايا الجذعية المكونة للدم، يرمزولها HSC، تمام يعني؟ هاي راح تكون طبعا متعددة القدرات، لذلك هي راح تنتج لي انواع مختلفة من خلايا الدم. زين، اني هسه شغله على الاريثروسايت اللي كريات الدم الحمراء؟ لا. شغله على البلاتليت؟ لا. شغله على من؟ على الليكوسايت. بالتالي ايش قايل لي؟ قايل لي ذا مين فانكشن اوف ذا ليكوسايت شنو هو؟ هو بالاميونيتي، اوكي؟ اوكي. زين، هسه احنا لازم نشوف كتقسيمه، يعني المحاضرة مجرد حاكي لي اياها كسرد، احنا خلينا نقسم يا طلاب. نقسم حتى لما نحفظ بشي مرتب، ما نحفظ عشوائي. بداية يا طلاب، أني هاي يعني هسه عنوان محاضرة مالتي، شو المفروض أقول؟ أقول يابا راح أحكي عن أنواع الليكوسايت، هيجي عنوان المحاضرة مالتي أحكي عن أنواع الليكوسايت. زين، أنواع الليكوسايت يا طلاب، أول نوع اسمه الجرانيولوسايت، تمام؟ وهذا النوع الجرانيولوسايت بي أكثر من نوع، بي نيوتروفيل، بي الإيزونوفيل، وبي البيزوفيل، تمام؟ والماس سيل هاي سوا، بعدين نعرف شو الفرق بيناتهم. هذا النوع الأول. النوع نمبر 2 اللي هو المونوسايت والمايكروفيج سيستم، هذا نوع ثاني، أوكي؟ هذا تحت كله راح يندرج تحت مسمى الليكوسايت، أوكي يعني؟ زين، هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني هماتين بأنواع حنيجي بعدين ندرسهن. وعندنا النوع الثالث والأهم، النوع الثالث والأهم اللي هو الليكوسايت، الليمفوسايت اللي هو التي سيل والبي سيل والناتشرال كيل سيل، بعدين نحكي عليهن، تمام يعني؟ زين، هذا بس هذا الترقيم. زين، هسه يا طلاب افتهمنا كتقسيمه عامه هاي المحاضره، وهيك هي بس هيك راح تخلص المحاضره. كل راح نجي نشوف كل وحده تقسيمها شنو. بدايه يا طلاب، الجرانيولوسايت اكو نوع من انواع الخلايا يندرج تحت تقسيمات الليكوسايت اسمه الجرانيولوسايت. يا طلاب، هذا الجرانيولوسايت مرات يصحوله BMNS اللي هو بولي مورفو نيوكليير نيوتروفيل، بولي مورفو نيوكليير نيوتروفيل، هذا المختصر مالته. زين، يعني مو كلش ديروا له بال. هسه راح نجي نشرح على الرينيوتروفيل. الرينيوتروفيل منو بينا ما يعرفها؟ هواي مار علينا، اوكي؟ راح نجي نحكي بعض النقاط المهمه عليها شيء على شيء، هي بسيطه واحنا نعرفها. زين، بدايه طلاب شو يقول لي؟ شوف عيني، يقول لي النيوتروفيل their neutrophilic granules contain، شوفوا طلاب هذا النيوتروفيل يقول لي يا عيني هذه خلية النيوتروفيل، وراح نجي نعدد انه هي بيها هواي مواد. هاي المواد اللي راح نجي نعددها اللي هن اللايزوزوم نمبر 1، زين، نمبر 2 اللاكتوفيرين، نمبر 3 الكولاجينيز، 4 الجيلاتينيز، 5 اللي هو المايلو بيروكسيديز، السادس اللي هو الديفينيسز، والبروتينيز اللي هو رقم 7، تمام؟ and other، معدد لي 7 أو 6 أشياء، أوكي؟ معدد لي اياهن. هذول من أسمائهن طلاب. هسه شوفوا AS بالنهاية، AS بالنهاية، AS بالنهاية، اكو بيهن ما بيهن AS،
بصورة عامة هذني المواد اللي حكيتين يا طلاب شي يسوي لي ركزوا لي على هاي بروفود ديفايس اجينت انفيدنج، يعني قدم لي وظائف دفاعية ضد الغزاة. تمام، اشياء تجيني غازية النيوتروفيل لازم بيها اشياء تدافع عنها. زين هسه احنا مو قلنا النيوتروفيل هي احدى اقسام الليكوسايت اللي هي يعني كوظيفة دفاعية كوظيفة مناعية. زين شو راح تأدي الوظيفة المناعية؟ اكيد هي بيها فد مواد معينة راح تقدم لي هذه الوظيفة الدفاعية اللي هن هذني السبع مواد اللي حكيناها. تمام، اضافة الى مواد اخرى قابلة للذوبان مبيدات الحشرات. زين يقول لي ذيس جرانيولز، هذه الجرانيولز مالت النيوتروفيل قصده فيوزد وذ ذا انجستد مايكروبس تو فورم فيجو اللي هو الفيجو لايزوزومز. يقول لي يا عيني هاي الجرانيول مالت النيوتروفيل راح تجي تلتحم لي ويا من؟ ويا المايكروبس اللي مسوي له هضم احنا، اوكي؟ هذا المود يكون لي فد شغله اسمها الفيجو لايزوزومز اللي هو عباره عن يعني شو نقول قطعه مالت بلعمه، يعني هيك عاجنيها ومحضريها بس تريد واحد انه يجي يبتلعها. تمام عيني؟ زين. Which eventually kill the invasive microbial اللي بالنهايه تؤدي لي الى قتل هذا المايكروب. زين يقول لي the main function of the neutrophil is the phagocytosis، يعني شنو تسوي لي بلعمة phagocytosis and represents the early innate immune response against the microbial infection. يقول لي يا عيني تواجدها شو وقت هذا النيوتروفيل شو وقت راح تطلع لي؟ حبايب النيوتروفيل راح تطلع لي بالانيت اميون، يعني بالبدايه يعني اول ما يجيني يعني سريعه، وفرقنا بين الانيت والاكوايرد بالمحاضره السابقه المحاضره الاولى. تمام زين against the microbial infection. ويقول لي يا عيني النيوتروفيل خليها ببالك، انت مو عندك هاي الخليه مالت النيوتروفيل، خليها ببالك انه هاي الخليه مال النيوتروفيل بها فد ريسبترات، اوكي؟ بها نوعين من الريسبترات، واحد اسمه اف سي واحد اسمه اف سي جاما وواحد اسمه اف سي الفا. تمام اللي هن واحد للاي جي جي 3 اي جي جي اللي شرحناه بالمحاضرة الثانية بس تسلسل الثالث، اوكي، وواحد للاي جي اي. تمام يعني تمام، يعني لحد الان نشوف شيء واضح ما بي فد شيء معقد. زين راح نجي على النيوتروفيليا والنيوتروبينيا، هالفرق بيناتين. ها شوف كاتبتها ارتفاع، هذه معناته الكونديشن كاركترستيك باي ذا اليفيشن ان ذا نيوتروفيلز، وهذا معناته انه انا عندي كلينيكال ساين مالت انفكشن، يعني فد شخص نسوي له فد تيست معين. تمام نلقى ان النيوتروفيل زايد عنده، فهذا دلاله على شنو؟ هذا دلاله على انه هذا الشخص عنده انفكشن. تمام عيني تمام، واكثر شيء هي نيوتروفيل مرتبطه لي بالبكتيريا. زين باي ذا كونتراست على النقيض من ذلك النيوتروبينيا معناتها قله، معناتها ديكريز ان ذا نيوتروفيل كاونت، ومعناتها شنو؟ شو تشير لي؟ تشير لي انه عندي خطر اصابه بانفكشن، اوكي، خطر اصابه بانفكشن معين. يعني هاي إذا ارتفاع، شوفوا طلاب، إذا ارتفاع معناته هذا الشخص عنده infection. ركزوا ارتفاع معناته هذا الشخص عنده infection، بينما انخفاض معناته إنه هذا الشخص راح يصير له infection، فأكو فرق. تمام زين يقول لي the most common causes of the neutropenia are the chemotherapy، يعني أكثر الأشياء اللي تسوي لي قلة بالنيوتروفيل اللي هو العلاج بالكيميائي مالت الكانسر، إضافة إلى الاميونوسبرسيف دراج ان ترانسبلانتيشن اللي هن يعني الأشخاص لما يسووا لهم زرع لأي أورجان لأي عضو ينطوهم فت أدوية تثبط المناعة حتى الجسم ما يهاجم هذا العضو اللي احنا زارعينه، أوكي؟ فهذين الأشياء هن راح يؤدي لي إلى أنيوسروبينيا، فهذه تركزون بها يمكن تجينا ام سي كيو. تمام يعني؟ تمام، هسه لحد الآن ما بها شيء يعني معقد، جدا واضحة. نجي على النوع الثاني من الإيزونوفيليا واللي يندرج تحت الكلاسيفيكيشن مالت الجرانيولوسايت اللي هو الإيزونوفيليا. الإيزونوفيليا يقول لي غير جرانيول، الجرانيول مالته راح تحتوي لي
طلاب شوفوا، هو شنو معنى الجرانيولو؟ الجرانيولوسايت، جرانيولوسايت يعني هي عبارة عن خلايا وبيها حبوب، وهاي الحبوب هي اللي راح تفرز لي ذني المواد. يعني مثلا بالنيوتروفيل ايش فرزت لي؟ فرزت لي ذني المواد السبعة اللي حكينا عليهن، اوكي. بينما هنا بالايزونوفيل عفوا راح تفرز لي مواد ثانية، هاي الجرانيول مالت هذن الخلايا. مثلا هاي الجرانيول مالت الايزونوفيل ايش راح تفرز لي؟ طبعا هي راح تحتوي لي على لارج اماونت اوف ذا بيروكسيد بيروكسيدايز، اوكي، راح تنتج لي ماده اسمها بيروكسيدايز، اضافه الى هاي توكسيك بروتين، ماده بروتينيه سامه جدا، يصيحوا لها ميجر بيسك بروتين ام بي ام بي بي عفوا، زين، which is toxic for the helminth، يعني سامه بالنسبه للديدان، تمام. ويقول لي يا عيني الايزونوفيل also has عندها همتين ريسبتورات. شلون هذه النيوتروفيل عندها ريسبتورات معينه، اوكي، للمستضدات للانتيجين، هاي همتين عندها. لان انا ايش قلت لكم طلاب؟ قلت لكم ذيك المحاضره، قلت لكم مثلا هاي انا عندي خليه مناعيه وعندي هذا الفورين بودي، اوكي. فالمستضد اللي شكله على شكل حرف واي، مو هيك رسمت لكم اياه، قلت لكم انه هو يربط لي بين الخليه مالت هذه مالت الفورين بودي وبين هاي خليه الاميون، اوكي. زين، هاي الاميون غير تحتاج فد ريسبتورات حتى ترتبط لي بهذا المستضد، اوكي. فلذلك هي موجوده عندها مستضدات. بالنسبه للنيوتروفيل قلنا اسماء اللي الريسبتورات اللي عندها، هاي هماتين عندها ريسبتور اسمه اف سي الفا واف سي جاما، اضافه الى الاف سي ابسيلون. شوفوا رو ابسيلون اسمه، هذا اللي هيك الرمز مالته، هيك رمزه ابسيلون هذا. شلون الاربعه؟ ايه، هذني المن، هذني واحد للاي جي جي وواحد للاي جي اي وواحد للاي جي اي ريسبكتيفلي على التوالي. زين، these immunoglobulins facilitate the binding of the eosinophil into the helminth target. بالضبط نفس ما حكيت، يقول لي هذا الاميونوجلوبولين اللي حكينا عليه اللي هو هذا اللي هن هذني الاي جي اي والاي جي جي والاي جي اي، ايش راح يسوي لي؟ فاسيليتيت، يسهل لي البايندينج مالت منو؟ مالت الايزونوفيل اللي هي هاي الخليه المناعيه بمن؟ بالتارجت هيلمنت اللي هو الفورين بادي، تمام يعني؟ تمام. زين، يقول لي الايزونوفيليا از ا كومن كونديشن اسوشيتد وذ هيلمنت ان انفستيتيشن، اللي هو معناته انه شو وقت راح ترتفع لي هذا الايزونوفيل، اشوف كميتها عاليه، انه لما تكون عندي كونديشن مرتبطه لي بحاله تفشي الديدان. يعني لما اشوفها مرتفع اقول انه هذا الشخص عنده الاكثر شيء الفورن بودي اللي موجود بداخله شنو هو؟ الديدان، تمام؟ تمام، واضحه ان شاء الله. نجي على النوع الثالث من الجرانيولوسايت اللي هو البيزوفيل. البيزوفيل يا طلاب، البيزوفيل إذا موجودة بالدم نصح لها بيزوفيل، إذا راحت لي للأنسجة نصح لها ماس سيل. إذا البيزوفيل ماس سيل هن the same but the يعني different in the name، أوكي، هم متشابهين، هم نفس الشيء، أوكي، بس الاختلاف مالتهم بالنيم مالتهم على حسب اللوكيشن، أوكي، على حسب الموقع مالتين. اذا موجود تقريبا بالدم صح لها بيزوفيل، اذا موجود تقريبا بالانسجه صح لها ماس سيل. زين، يقول البيزوفيل ار ذا ليست، هو اكثر اقل واحد من الجرانيولوسايت اللي موجود ان ذا بريفرال ان ذا بريفرال بلاد. زين، وير ماس سي ار فاوند ان ذا بودي ان ذا كونكتيف تيشو، اوكي، يعني اذا موجود بالكونكتيف تيشو يعني موجود بالانسجه اصيح له ماس سيل. حلو. Both of them is essential for the IG E mediate allergic inflammation. يعني هذا البيزوفيل أكيد عنده فد يعني ريسبتر خاص لي بالآي جي إي حتى يرتبط بي، تمام؟ لأن هو دائما هذا الإيسون البيزوفيل عفوا راح يرتبط لي بالآي جي إي. زين، الآي جي إي هذا لما يرتبط لي به فمعناته إنه أنا عندي allergic infection، تمام؟ يقول لي يا عيني this their granule content ايش راح يحتوي لي هذا الجرانيول مالت هذا البيزوفيل؟ يعني هسه الجرانيول مالت الايزونوفيل احتوت لي على البيروكسيد وهاي توكسيك بروتين، الجرانيول مالت النيوتروفيل احتوت لي على الكولاجينيز واللايزوزوم الى اخره، تمام. زين، هذا الجرانيول مالت ايش تحتوي لي؟ تحتوي لي على هيستامين وهيبارين وبروستوغلانيدين نوع دي 2، اوكي، واخذنا الانواع مالت قلنا اي 2 كذا هاي الامور، اضافه الى الهيدرولايز، اضافه الى بيبتيز، اوكي. هذني يشوفوا انه من اسمائهن هيستامين بروستوغلانيدين، يعني هو يقول لك يصيح يقول لك انه اني خاص بسوالف الالرجيك، تمام يعني؟ هنا ان شاء الله يكون واضح. هسه خلصنا اول نوع مالت
الجرانيولوسايت قلنا نيوتروفيل ايزونوفيل والبيزوفيل، شرحناهن ثلاثتين. زين هسه نجي على النوعية الثانية من أنواع الخلايا اللي موجودة لي ضمن الليكوسايت، اللي هي المونوسايت مايكروفاج سيستم. وهسه هماتين نرجع، شلون حكينا على البيزوفيل؟ قلنا انه هي اذا موجودة لي بالدم صح لها بيزوفيل، اذا موجودة لي بالانسجة صح لها ماست سيل. هنا سيم ثينك، اذا موجودة لي بالدم صح لها مونوسايت، اذا موجودة لي بالانسجة صح لها مايكروفاج. تمام يعني؟ تمام. زين يقول لي المونو نيوكليير سيل ار ذا لارجست بلاد سيل، هاي ممكن تجينا ام سي كيو، من هي اللارجست، من هي اكبر وحده من الخلايا اللي موجوده لي بالدم. زين they act as the mono nuclear phagocytic cell which are two type. يقول لي يا عيني بها two type اللي هن اما موجوده لي circulating monocyte of the peripheral blood okay or fixed or non circulation macrophage. يعني اما موجوده لي بالبريفرال بلاد، تمام، او ما موجوده لي بالبريفرال بلاد، تكون fixed تكون ثابته. زين يعني هاي تفتر وهاي ثابته، اما تفتر لي بالدم او ثابته بمكانها، يعني بها فد نوعين، يعني مو فد شيء. زين هذا السطر، يعني انا هذا السطر انا سالت عليه الدكتور بالمحاضره، ايش قال لي؟ قال لي هي راح يتغير اسمها حسب المكان اللي تتواجد بيها. يعني مثلا الكفر سيل اللي موجوده لي بالليفر هي اصلها مونوسايت مايكروفاج سيستم، بس لما وصلت للليفر سموها كفر سيل. واكو اللي موجوده لي باللانج يصحوا لها الفيولار مايكروفاج، واللي موجوده لي بالبوني يصحوا لها اوستيوغلاست، تمام، والمايكرو جيليا اللي موجودة لي بالسنترال نيرفس سيستم. هو هيك قال صراحة، تمام، أسماها يعني تتغير حسب المكان اللي هي تتواجد بيها. زين الفانكشن مالت المونوسايت والمايكروفيج سيستم، أول شغلة يا طلاب هي راح تشتغل لي شغل الفيجوسايتك سيل، تمام، يعني شو تسوي لي؟ يعني راح تسوي لي ريموف للبارتيكولار انتيجين، أوكي، عند تخلص لي من عندها، يعني ها معلومة منتهين من عندها. زين اضافة الى انه هي راح تشتغل في شغلة اسمها انتيجين بريزنتينج سيل، ذكرتها ذيك المحاضرة بس ما شرحتها. شوفوا طلاب، انتيجين بريزنتينج سيل بابسط ما يكون، كاتبتها اني هنا الانتيجين بريزنتينج سيل. شوفوا طلاب، الانتيجين بريزنتينج سيل هن مجموعة من الخلايا اللي هن الدندرايتك سيل والمايكروفاج والبي سيل، اوكي. هذن الخلايا ايش راح يسوون؟ راح يجن اساني اجاني في الجسم غريب، تمام، هاي قولها خليه، هاي خليه المايكروفاج، اوكي، ولقيت هنا في الجسم غريب مو حلو، ايش راح تسوي؟ راح تروح تاكله، تمام، تبتلعه، فراح تكون النتيجه كالتالي، هاي المايكروفاج وبداخلها هذا الجسم الغريب، تمام تمام. ايش راح تسوي؟ زين هي ما راح تقدر تتخلص من عنده، راح تطلع شويه من عنده على السطح، حتى شنو؟ حتى لما يشوفون هالخلايا البقيه، خلايا الليمفوسايت، تصيحن تقول نيابه ترى اني بداخلي موجود في الجسم غريب، تعال نكلنا، انت شنو وضعك؟ كنت اكلنا انت؟ لو انا ضل حايره بيه، لو شنو الموضوع؟ فهاي العمليه اللي جاي يسويها انه هي جاي تبتلع الفورين بادي وتطلع شويه من عنده على السطح، حتى خلايا الليمفوسايت تشوفه. اوكي شو نصيح لها؟ نصيح لهن هذن الخلايا، نصيح لهن انتيجينك بريزنتنج سيل، تمام، اول نوع من عدن هن المايكروفاج. فهسه نرجع على السلايد مالتها، على السلايد مالتنا اللي هو يقول لي انتيجينك بريزنتنج سيل they present انتيجين، هذني راح يطلع لي انتيجين على السطح المن لخلايا الليمفوسايت. انا قلت لكم بصوره عامه خلايا الليمفوسايت يا حبايبي هسه راح ناخذها، بها انواع، بها خلايا التي سيل وبها خلايا البي سيل وبها خلايا الناتشرال كيل، ناتشرال كيلينج سيل، تمام تمام. وهاي خلايا التي سيل بها همتين نوعين، وحده من عندهم اسمها تي هيلبر، تمام. فهي هذن الخلايا الانتيجينك بريزنتنج سيل هي مو راح تبتلع الفورين بودي، هذا ابتلعته وطلعت لي شويه على السطح مالته، هذا اللي طلعته شويه على السطح مالته، حتى تراوي لخلايا الليمفوسايت يا نوع بالضبط من عندها خلايا التي هيلبر، تمام. اذا ما فهمتوا ما يخالف لانه حنعيده احنا هماتين.
زين يقول يا عيني display antigenic fragment bound by the MHC2 expert on the antigenic presenting cell. هذا هما تاني الرادي شرحه بس عفولي يا هسه هذا شرحه بالسلايدات الجاية ما اريد ادوخكم بي حاليا تمام بس هذا عفو وهسه ارجع لكم عليه زين هسه راح يجي يحكي لي على الفيجوسايتوسيس شي يقول لي ما بي شي يقول لي the phagosome contain high level يقول لي الفيجوسوم هذا اللي سوى لي هاي العملية مالت الفيجوسايتوسيس مالت البلعمة تحتوي لي على high level or of أول شيء reactive oxygen intermittent طبعا هذن المواد الموزينة طلاب أوكي فراح تكون لي هاي المادة المزينة اللي اسمها ال HOCl أوكي اللي هي ال potent oxidative agent for a different type of the biomolecule اللي راح تقتل لي يعني أو هي مزينة أو يعني تهدم لي النيوكليوس أسيد بروتينيز إلى آخره بروتينات يعني قصدي زين and the target of the phagocytes microbe لل يعني للميكروب اللي أنا أريد أتخلص من عنده زين أول شغلة هسه طلعت لي رياكتيف أكسجين هذا وين موجود هذا موجود لي بالفيجوسوم تمام يعني الفيجوسوم الخلية اللي تسوي لي الفيجوسايتوسيس طلاب زين الشغلة الثانية موجود برياكتيف نيتروجين انترميدنت زين هذا راح يمطيني النيتريك أوكسيد النيتريك أوكسيد هم ماتي كلش مو زين هم أحد الفري راديكال which is soluble free radical gas and are high toxic to the microbe هو يعني عبارة عن غاز من الفري راديكال كلش مو زين يقتل لي الميكروب نقول الميكانيزم مالتها تروح باتجاه to be similar in the all phagocytosis مثل النيوتروفيل والمايكروفاج يعني طلاب هاي ما بيها شيء بس مجرد انه جاي يوضح انه الفيجوسايتوسيس راح يتم بواسطة خلية اسمها الفيجوسوم اوكي وهاي الفيجوسوم بها هذن الشغلتين تمام هذا اكثر شيء اللي من مهم انكم تفهموا تمام يعني زين هسه نجي على النوع الثالث من الخلايا واللي هو اهم نوع يعني بالنسبة لنا انا هذني شماتين مهمات بس هذا يعني هذا ابو العيشة مثل ما نقول تمام اللي هو راح يحكي لي على الليمفوسايت الليمفوسايت يا طلاب اللي هو النوع الثالث من الخلايا هنا مالتي ليكوسايت بي ثلاث انواع اللي هن التي سيل والبي سيل والناتشرال كيلر سيل تمام التي سيل والبي سيل والناتشرال كيلر سيل اول شيء راح نجي على التي سيل التي سيل يا طلاب شي يقول لي يقول لي يابا يشغل لي حوالي من 70 إلى 80% صبر خلي أمسح ذني ما أعرف يعني من نقرأ لازم هيك نضل نأشر وكذا سوي جو شوف عيني يقول لي يا عيني أول شغلة هو يشغل لي حوالي من 70 إلى 80 هذه التي لينفوسايت بالسيركولاتري لينفوسايت شوف طلاب هو هذا التي سيل هو راح ينتج من البون مارو ينتج بالبون مارو ركزوا باللي راح أقوله طلاب لأن مهم ينتج بالبون مارو لكن ينضج بالثايموس وين ينتج بالثايموس تمام هاي بغدة الثايموس زين اللي صايرة ورا الاسترنوم يمكن اي تقريبا ورا الاسترنوم المهم بينما طلاب البي سيل هماتين ينتج لي بالبون مارو لكن ينضج هماتين بالبون مارو فيعني هنا الاختلاف انه التي سيل اوكي ينتج بالبون مارو لكن يكبر ويكمل تعليمه وكذا بالثايموس زين يقول لي تيتكت ذا فورين انتيجين باي التي سيل ريسبتر طبعا هنا هاي التي سيل هماتين عندها فد ريسبتر معين اوكي عندها فد ريسبترات وهاي الريسبترات هي اللي راح تكتشف لي الانتيجينات زين يقول لي التي سيل كان اونلي ريكوجنايز ذا انتيجين اف ذا بريزنتينج باي ذا انتيجينينج بريزنتينج سيل هاي هماتين خلوها لان احنا قبل شويه او يعني انا من اللي بحثت عليه واللي شفته صراحه ما ادري بعد
احنا لما حكينا على الانتيجين بريزنتنج سيل انا ذكرتكم بس ذني الثلاث انواع اللي هن هذني، تمام؟ حتى تكون على بينة من الموضوع، اللي هن الدندرايتك سيل والمايكروفيج والبي سيل، مو التي سيل، بس ما اعرف هنا ليش مذكوره البي سيل صراحه، ما عندي يعني معلومه عنها، فاذا احد عنده معلومه يعني يا ريت يقول لنا، لان انا اللي اعرفه انه هي البي سيل مو التي سيل، فيعني هسه اللي موجود بالمحاضره نمشي عليه مو مشكله. زين نجي هسه على الاقسام مالت التي سيل، بيها عده اقسام، بيها نوعين اللي هن الهيلبر سيل هذا قسم والسايتوتوكسيك سيل، اوكي يعني؟ زين خلينا نجي نكمل. بس طلاب على هاي مالت التي سيل، شوفوا يعني انا على اكبر مصادر تقول انه هي بس البي سيل تعتبر من الانتيجينيك بريزنتنج سيل، واكو مصادر ثانيه اصلا شو تقول؟ تقول انه التي تعتبر هما تم الانتيجين بريزنتنج سيل اضافه الى خلايا اسمها لانجرز يمكن سيل، فيعني هي مختلفه بين المصادر، فاحنا نمشي على الملزمه مالتنا، قالت لنا انه هي من ضمن الانتيجين بريزنتنج سيل، خلاص من الانتيجين بريزنتنج سيل، لانه ظاهر اكو فد اختلاف بالموضوع بهن، يعني ما وصلنا هذا الاختلاف صراحه. زين فخلي نعتبرها انه هي من الانتيجين بريزنتنج سيل نفس الملزمه، وها هي عرفنا شنو الانتيجين بريزنتنج سيل قبل شويه. زين هسه نجي على الهيلبر سيل اللي هي التي اتش سيل، شو يقول لي؟ يقول لي خلي قبل ما شي يقول لي واقول له وما ادري شنو، خلي نمسح. زين شوف عيني، يقول هو راح يحمل لي في شيء اسمه سي دي 4 اند انتراكت وذ ذا ام اتش سي 2 كلاس 2 اون انتيجين بريزنتنج سيل، وهذا تي هيلبر سيل بيها ماتين نوعين، بي تي هيلبر سيل نمبر 1 ونمبر 2. زين ما افتهمنا الشيء، شنو سي دي 4 شنو الام اتش سي شنو هاي حكي؟ شو طلع السي دي 4 هو يعني انا مو هذه عندي الخليه، وعندي هذه الخليه مالت التي هيلبر، وهاي الخليه مالت السايتوتوكسيك اللي هي هذه مالت سايتوتوكسيك سيل، اوكي؟ التي هيلبر اكو عليها فتشي، عليها فتشي اسمه سي دي 4، وهاي السايتوتوكسيك سيل اكو عليها فتشي اسمه سي دي 8، فمرات هاي الهيلبر ما يصيحوا لها هيلبر، يصيحوا لها سي دي 4، وهاي السايتوتوكسيك سيل يصيحوا لها سي دي 8، اوكي؟ هسه بس عرفوا لي هو فتشي بعدين نعرف الوظيفه مالته. زين شوفوا طلاب، الانتيجين بريزنتنج سيل اللي حكينا عليها احنا مو قلنا انه اني يعني هو هذا موضوع شوي اراد للرسم، وانا شوي مبدعة بالرسم يعني من هاي الناحيه، انتبهوا عليه طلاب، انا عندي هاي الخليه مالت الاميون سيل، اوكي؟ نعتبرها من هي؟ نعتبرها تي هيلبر، تمام وعدها هذا الانتيجين اللي شرحناه بذيك المحاضره، وجت جايتك مش لي، اوكي؟ فت فورن بادي. زين هذا الفورين بادي ما راح تروح تكمش لي، خلينا نعتبر انه هاي خليه مايكروفيج، اوكي؟ مايكروفيج وبداخلها الفورين بادي، هذا الفورين بادي اللي بداخلها. زين انا قبل شويه شو اتفقنا؟ مو اتفقنا انه المايكروفيج تعتبر من خلايا الانتيجين بريزنتنج سيل، مو هيك اعتبرنا؟ زين هاي الميزه مالتها شنو؟ انه هي راح تبتلع للفورين بادي وتطلع لي شويه من عنده على السطح حتى تراوي للخلايا اللي تريد تجي تاكله، تمام هي مو راح تطلع على السطح طلاب، هي مو راح تطلع على السطح مالتها طلاب، هاي المايكروفيج راح تحمل لي فد شغله، اقرا وياي هنا، يقول لي فقط الانتيجين بريزنتنج سيل اللي هي من ضمنها المايكروفيج راح يحملوا لي الام اتش سي 2، بقيه الخلايا اللي موجوده لي بالجسم يحملوا لي الام اتش سي 1، هاي الام اتش سي 2 يا طلاب راح تكون موجوده لي هنا على هذه المايكروفيج، تمام؟ حتى شنو؟ حتى تقول لهاي خلية التيل هيلبر تقولها يابا تعالي أنا عندي فت فورين بادي، تعالي أنت تصرفوا وياه، تمام عيني؟ فهسه لما نرجع هنا شو نقول؟ نقول السي دي 4 اللي موجود لهنا على هاي الخلية مالت التي هيلبر، تمام؟ سي دي
4. ايش راح يسوي؟ راح يسوي لي انتراكت، يتفاعل لي ويا الام اتش سي 2 اللي موجود لي على الانتيجين بريزنتنج سيل. فهمتوا هسه هذا السطر؟ اوكي زين، هذا شنو السي دي 4 جاي مختصر لكلمه، وهذا الام اتش سي هماتين جاي مختصر لكلمه ثانيه، تمام؟ فنفس ما قلت لكم انه هاي الكلمه جايتني، يعني يحتاج انكم تحفظون مختصر مالتها؟ لا ما يحتاج. هاي السي دي 4 جايتني من مختصر لل من الكلاستر ديفرنشيشن، وهاي الام اتش سي جايتني من هذا المختصر مال ميجر هيستو كومبليتر كومبليتي كومبلكس. زين بس هذا اللي تحفظوه، يعني ان شاء الله تكون واضح. هو شويه على الرسم، يعني هي صعوبه المناعه بهاي، انه هذا عنده هيك شيء وهذا عنده هيك شيء، وهذا اللي عنده هيك شيء يتفاعلوا يا هذا اللي عنده هيك شيء، فيعني السالفه هيك. زين هاي التي هيلبر يا طلاب بها قسمين، بها نوعين، اللي هي التي هيلبر 1 والتي هيلبر 2، وراح نعرف شو الفرق بيناتهم، مهمات وجوز تجي فروقات بينهن. زين اللي هن التي هيلبر 1 يسوي لي ريجوليت ذا سيل ميدييتد اميونيتي، بينما التي هيلبر 2 راح يسوي لي ريجوليت ذا هيومرال اميونيتي. تذكرون السيل ميدييت اميونيتي وهيومرال اميونيتي؟ صبر للي ما يتذكر، اوقفوا لي نرجع على هاي المحاضرة، احنا اخذناها بالمحاضرة الاولى. ذكرون لما قسمنا الاكوايرد اميونتي قلنا بيه هيومورال اميونتي وقلنا بيه سيل ميدييتد اميونتي، فهو على هذا التقسيم قسم لي اياه هنا، تمام؟ فقال لي انه هاي التي هيلبر انت راح تلقيها وين؟ بالسيل ميدييت اميونيتي، والتو راح تلقيها بالهيومرال اميونيتي، تمام. هاي اسينشال كنترول اوف ذا انتراسيلولار باثوجين اللي هو الفيروس والمايكوبكتيريا والليستيريا، هاي نوع من انواع البكتيريا هاي الليستيريا، باي ذا بروتكشن اوف ذا انترفيرون جاما which activate the microphage. يعني شنو قصده؟ يعني قصده انه هاي الهيلبر التي هيلبر 1 طلاب، هاي الفائده مالتها انه هي تكون اساسيه بالفيجوسايتوسيس للاشياء اللي تجيني بالانتراسيلولر، يعني تدخل لي بالحويصلات، اوكي؟ مثال على ذلك اللي هي الفيروس، مثال على ذلك المايكوبكتيريا، اوكي؟ الليستيريا. زين شنو بروديوست انترفيرون جاما؟ هاي التي هيلبر يا طلاب راح تساعد انه بإفراز الانترفيرون جاما. هذا الانترفيرون جاما يا طلاب هو راح يزيد من شراسة المايكروفاج. طلاب هي هذا التي هيلبر 1 شغلها ودقها ونوعها على المايكروفاج، تمام؟ راح تشجع المايكروفاج وتروح تنشط للمايكروفاج. فلما تريد تزيد المايكروفاج وشغلها ايش راح يسوي؟ راح تطلع فد شغله اسمها الانترفيرون جاما. هاي الانترفيرون جاما كأنه زيد لي من شراسة المايكروفاج، تمام؟ فهذا الشغل مالته. زين بينما تي هيلبر 2 يقول لي ريجوليت ذا هيومرال اميونيتي ذات اليمينيت ذا اكسترا سيلولار انفكشن. ركزوا لي، ذيك كانت انترا سيلولار، هاي اكسترا سيلولار انفكشن اند توكسين which unlike the intracellular pathogen are exported to the antibody in the blood or the other body fluid. ويقول لي هذه التو بروديوست راح تنتج لي الانترلوكين 4 و5 which act as beta cell activated factor. يعني هاي ايش راح تسوي طلاب؟ هاي شغلها على الهيومرال اميونيتي. الهيومرال اميونيتي يعني شنو؟ يعني معناته انتي بودي، اوكي؟ الهيومرال اميونيتي اوكي. والانتي بودي يا طلاب مثل ما شرحنا بهاي المحاضره، خلينا نرجع هنا، مو راح تطلع لي الانتي بودي. والانتي بودي هو عباره عن جلايكوبروتين. هذا الانتي بودي طلاب راح ينفرز لي عن طريق البي سيل، اوكي؟ مثل ما احنا راح نعرف شويه بعد، تمام؟ فيعني هي هاي شغلها على الهيومرال، يعني شغلها على الاكواير، ماشي؟ هيك القصة مالتها، إنه هي راح تفرز لي فد أشياء اللي هي الانترلوكين 4 و5 اللي هن راح يروحن يسول لي اكتيفيشن للبيتا سيل. يعني هي أوكي، هي من جماعة التي سيل، بس راح تروح تحفز لي وتنشط لي البيتا سيل، بينما هذا التي هيلبر 1 ايش نشطت لي؟ نشطت لي المايكروفاج. أدري صارت هوسة، بس هي يعني هي بس حفظ الطلاب.
يعني حاولوا انكم اذا ما فهمتوا وقفوا ورجعوا فهموا ويلا تكملون الفيديو، يعني لا تعبرون على شيء وانتم ما فاهمينه. يعني بس شوية راد لها تركيز شوية، والله يا أمي مو كلش صعبة. تمام إن شاء الله يعني فهمتوها زين. نجي هسه يقول لي بحالة اسمها الـ AIDS اللي هي Acquired Immunodeficiency Syndrome، اللي عندهم ضعف المناعة مالت الأكوائر، الأشخاص اللي عندهم سوالف الأيدز وغيرها، تمام؟ شنو اللي راح يصير بهم أو ليش تضعف المناعة مالتهم؟ يعني لما يجيك شخص يقول لك ليش تضعف المناعة مالتهم، شو تقول له؟ تقول له لأن أنا عندي نوع من أنواع الخلايا مالت المناعة اسمها T helper cell، موجودة علي في شيء اسمه CD4، تمام؟ اللي هو Cluster Differentiation 4. هذا راح يقلل العدد مالته، فبالتالي راح يسبب لي، شوفوا، reduce the number of this cell، أوكي؟ لأنه هو راح يهاجمهم، فبالتالي راح يقلل هذين الخلايا. This condition causes راح يسوي لي immunodeficiency and make the patient راح يكون معرض كلش بشكل خطير لأي infection، مثلا على ذلك some virus، بعض الفيروسات هماتين مالت الحصبة ومالت أتوقع هذا الإي بي في مالت الهربس اسمه يمكن فيروس معين هذا could affect the function of the T helper. هذين الفيروسات اللي عددناهم ممكن إنه يأثرون لي على function مالت T helper cell. تمام هسا خلصت T helper، تعالونا وذيك المهمة. هسا نجي هاي هماتين مهمة، هماتين يعني بيها حظ. شوفوا اكو فت شغله هنا السيتوتوكسيك تي سيل يا طلاب، يقول لي هسه مو حكيتي على تي هيلبر، قلتي بيها سي دي 4، هاي بيها سي دي 8، تمام 8 اند انتراكت وذ الام اتش جلاس 1 يصحوله، بينما ذاك كان تايب 2، هذا تايب 1، وقلنا التايب 2 موجود بس على الانتيجينيك بريزنتينج سيل، هذا موجود على جميع خلايا الجسم البقيه. تمام زين. اكسبيرت اون ذا تارجت سيل they can kill ذا فيروس انفكتد سيل، مثلا الخلايا اللي صاير بيها فد فيروس معين، سيل انفكتد اللي صاير الخلايا اللي مدمره، يعني طلاب السيل فيروس يعني مثلا خليه، ان هذني مجموعه خلايا، اوكي تمام، صار انصاب بهن فيروس، اوكي انصاب بهن فيروس، فهي راح تيجي تقتل هاي الخليه كلها، تقول لك هالخليه ما لها داعي نهائيا صاير بها فيروس، اوكي هاي الشغل مالتها، هيك قصده زين. With the intracellular pathogen إضافة إلى هذا سوالف الزرع، ما زرع اللي يتبرعون، تمام، إضافة إلى سوالف السرطانات والكانسر، هذين الخلايا كلها راح تتخلص من عندهم زين. الميكانيزم مالت هذه السيتوتوكسيك، يقول يا عيني هذه السيتوتوكسيك راح تفرز لي فد شغلة اسمها البيرفورين. البيرفورين شنو هذا؟ البيرفورين يا طلاب هو عبارة عن بروتيز، اوكي بروتيز ايش راح يسوي لي؟ راح يسبب لي بور، يعني راح يسبب لي ثقوب او حفر بالخلايا بالبلازما ممبرين مالت التاركت. هاي الحفر او الثقوب يعني هي مو هاي خلية معدها هذا بلازما بيزمنت ممبرين مالتها، البلازما ممبرين مالتها ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي ثقوب، حجم الثقوب هذا من 10 إلى 20 نانومتر، تمام هاي البور مالتين as mean for the زين. نجي هسه يقول لي بحالة اسمها الـ AIDS اللي هي Acquired Immunodeficiency Syndrome، اللي عندهم ضعف المناعة مالت الأكوائر، الأشخاص اللي عندهم سوالف الأيدز وغيرها، تمام؟ شنو اللي راح يصير بهم أو ليش تضعف المناعة مالتهم؟ يعني لما يجيك شخص يقول لك ليش تضعف المناعة مالتهم، شو تقول له؟ تقول له لأن أنا عندي نوع من أنواع الخلايا مالت المناعة اسمها T helper cell، موجودة علي فد شيء اسمه CD4، تمام؟ اللي هو Cluster Differentiation 4. هذا راح يقلل عدد مالته، فبالتالي راح يسبب لي، شوفوا، reduce the number of this cell، اوكي لانه هو راح يهاجمهم، فبالتالي راح يقلل هذين الخلايا. This condition causes راح يسوي لي immunodeficiency and make the patient راح يكون معرض كلش بشكل خطير لاي infection، مثلا على ذلك some virus، بعض الفيروسات هماتين
مالت الحصبة ومالت أتوقع هذا الاي بي في مالت الهربس اسمه يمكن فيروس معين هذا could affect the function of the tear. هذا هذين الفيروسات اللي عددناهم ممكن إنه يأثرون لي على الفونكشن مالت التي هيلبر سيل. تمام هسا خلصت التي هيلبر، تعالوا لنا وذيك المهمة. هسا نجي هاي هماتين مهمة، هماتين يعني بيها حظ. شوفوا أكو فت شغلة هنا السيتوتوكسيك تي سيل يا طلاب، يقول لي هسه انت مو حكيتي على تي هيلبر قلتي بيها سي دي 4، هاي بيها سي دي 8 تمام 8 and interact with the الام اتش كلاس 1 يصحوا له، بينما هذاك كان تايب 2 هذا تايب 1، وقلنا التايب 2 موجود بس على الانتيجينيك بريزنتنج سيل، هذا موجود على جميع خلايا الجسم البقيه. تمام زين اكسبيرت اون ذا تارجت سيل they can kill the virus infected cell، مثلا الخلايا اللي صاير بيها فد فيروس معين، cell infected اللي صاير الخلايا اللي مدمره، يعني طلاب السيل فيروس يعني مثلا خليه ان هذني مجموعه خلايا اوكي تمام صار انصاب بهن فيروس اوكي انصاب بهن فيروس، فهي راح تيجي تقتل هاي الخليه كلها، تقول لك هاي الخليه ما لها داعي نهائيا صاير بيها فيروس اوكي، هاي الشغل مالتها هيك قصده. زين with the intracellular pathogen إضافة إلى هذا سوالف الزرع ما زرع اللي يتبرعون تمام، إضافة إلى سوالف السرطانات والكانسر، هذين الخلايا كلها راح تتخلص من عندهم. زين الميكانيزم مالت هذه السيتوتوكسيك، يقول لي يا عيني هذه السيتوتوكسيك راح تفرز لي فد شغلة اسمها البيرفورين. البيرفورين شنو هذا؟ البيرفورين يا طلاب هو عبارة عن بروتيز اوكي، بروتيز ايش راح يسوي لي؟ راح يسبب لي بور، يعني راح يسبب لي ثقوب او حفر بالخلايا بالبلازما ممبرين مالت التاركت، هاي الحفر او الثقوب يعني هي مو هاي خلية معدها هذا بلازما بيزمنت ممبرين مالتها، البلازما ممبرين مالتها ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي ثقوب، حجم الثقوب هذا من 10 إلى 20 نانومتر تمام. هاي البور مالتين هسه طلعت لي هاي المادة الأولى اللي هي البيرفورين اللي سوت لي ثقوب، هذا احنا جاي نحكي على السيتوتوكسيك شلون راح تقتل الخلايا. اول شغله راح تطلع لي البيفورين البيرفورين راح تزرف لي البلازما ممبرين، والشغله الثانيه راح تطلع لي الجرانزايم، هذا الجرانزايم ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي سيل ديث اوف ذا تاركت باي ذا يعني عن طريق انه هي تسوي لها ابوبتوسيس اوكي وتموتها وتقتلها وتخلص من عندها. إذا هذا ممكن يجيني سؤال يقول لي السيتوتوكسين شلون راح تقتل الخلايا؟ ايش عندها؟ تقول له عندها شغلتين، هذا البيرفورين وهذا عنده الكراينزايم تمام؟ يعني هي العملية أعقد من هيجي إنه هو تسوي بيها ثقوب وتبدي شلون تبدي كأنه تذوب الخلية تذويب كامل أو كذا، بس يعني هنا مختصر لي إياها بسطرين لا نتوسع بيها. زين هسه لي هنا خلصت لي التي سيل أوكي خلاص هذا تي سيل. نجي هسه على البي سيل يا طلاب، شي يقول لي راح تشغل لي حوالي من 10 إلى 15% of the all circulation lymphocyte. The major properties are البروبرتيز مالتها ايش راح تسوي لي؟ يقول لي able to the synthesis of the immunoglobulins، وهذا احنا حكينا لما شرحنا الاميونوجلوبولينز بالمحاضرة الثانية، يقول لي only cell with this feature يعني هي الوحيدة اللي راح تسوي لي هاي الشغلة تمام عيني تمام. have a surface immunoglobulin as AG receptor اوكي عندها receptor include وين include by the اللي هو الانتيجين، احنا قلنا انه هو الاميونوجلوبولين هو نفس الانتيجين بهاي المحاضرة، شوفوا اذا تذكروها هاي المحاضرة الرقم 14 المحاضرة الثانية قلنا الاميونوجلوبولين هو نفسيته الانتيبادي مو الانتيجين، يمكن اقول لك خلل بالموضوع
إيه. فيقول لي هو عنده ريسبتر للأنتيجين، ممكن إنه يكون عندها. شوفوا طلاب، الإميونوغلوبولين هو أنتيبادي، بس ركزوا، الإميونوغلوبولين هو أنتيبادي، لا تخربطون مثلي، هو أنتيبادي. بينما الأنتيجين، أنتيجين يختلف أي جي، تمام؟ أضافة إلى البي سيل evolve into the plasma cell اللي هو secretory cell act as antigen presenting cell. شوفوا طلاب، هي الخلايا البي سيل والتي سيل أول ما يعني أول ما تصنع أو يعني بداياتها، لما تصنع يا طلاب بالبداية هي راح تكون بريئة، ما راح تعرف تقتل وتغزو وتقلب الدنيا، وإنما بالتعويض شيئا فشيئا راح تكون غازية وراح تكون مبرئة، راح تكون شرسة. تمام. يعني بديج المحاضرة الثانية إيش قلنا؟ قلنا إنه هاي الإميونوغلوبولين هو راح يطلع لي من البي سيل، هو مو من البي سيل، راح يطلع لي من البلازما سيل اللي هو الديفرينشيشن أو النهاية مالت البلازما سيل، مالت البي سيل. تمام يعني؟ مالت البي سيل زين اكت، وطبعا هي راح تشتغل حالها حال ذا نيتشا انتيجين بريزنتنج سيل اللي هي التي سيل والبي سيل مثل ما قلت لكم بالبدايه. زين بعد شنو عندي؟ عندي الميموري سيل. شنو هي هاي الميموري سيل؟ يقول لي الليمفوسايت اللي هي البي سيل والتي سيل لما تجي على الانتيجين، تمام، اند ديفرينشيشن، بس ثواني شوف عيني، يقول لي يابا خلايا الليمفوسايت اللي هنا البي سيل والتي سيل راح تتحسس للانتيجين اللي جايني وتنتشر الى الافكتور سيل اللي هن الاكتيف ليمفوسايت، يعني راح تصير اكتيف ليمفوسايت. يعني هي بالبدايه مثل ما قلت لكم ان هذني بريئات ما راح يسوون شيء، ما يعرفون، بعدين شيئا فشيئا راح يتعودن على الشراسه وكذا. They react more rapidly، تمام، يعني راح تصير راح شلون نقول نحفزها اكثر، تمام. ولما ما انه هي نفس الانتيجين، نفس الانتيجين يجيها اكثر من مره، شنو اللي راح يصير عندي؟ راح يصير عندي increase بالrate of the secondary immune response during the second exposure to the same antigen، تمام، وهذا راح يكون بالتزامن مع البرايمري immune response، هذا الى دور بتكوين الميموري سيل. صبر هسه هنا شويه يعني كتابه، احنا الميموري سيل احنا وحدنا فاهمين، بس شوي الكلام اللي موجود شويه معقد. شوفوا طلاب، احنا تتذكرون لما حكينا على الاميونيت والاكوايرد اميونيتي، ايش قلنا؟ قلنا الاكوايرد اميونيتي الصفه مالتها الحلوه انه عندها الميموري سيل. زين الميموري سيل شنو معناته؟ معناته انه هي عباره عن خلايا، هاي الخلايا وظيفتها انه هي لما اليوم اني اجاني فد انتيجين معين وعرفته اليوم وتخلصت من عنده وكذا، بعد فترة معينة لما يجيني نفسيته أنا من المفترض لما تشتغل عندي المناعة مالت الأكواير، أنا عندي فت خلايا اسمها ميموري راح تذكر لي هذا الانتيجين نفسيته، تمام، وما راح يعني راح تكون حدته مثل الحدة الأولى. فيعني بس هذا كل اللي تفهمونه، هي شوية الكلام اللي هنا ما كلش مفهوم، بس انتوا فهموا الفكرة الرئيسية، وحتى لو اكتبوها مثل ما تقدرون يعني تعبروها من يومكم، تمام يعني؟ زين هاي مجرد هيك كتابات لي وكذا هوسه شويه لي. زين بقت هسه عندنا اخر شيء، يا الله حنخلص، اللي هو الناتشورال كيلر سيل اللي هو النوع الثالث. احنا قلنا التي سيل والبي سيل والناتشورال كيلينج سيل. زين ناتشورال كيلينج سيل هاي يصيحولها ناتشورال كيلينج سيل، ليش؟ لانه هي متخصصه بالفعل على مود تقتل لي التارجت سيل بدون ما انه هي تتفاعل لي ويا هذا مالت الام جي سي، يعني ما تحتاج ام جي سي وتتفاعل ويا، لا راح تجي هيك قبل تقتل الشغله اللي تلقاها قبالها، تمام، تقتل لي التارجت سيل معينه. زين يقول لي يا بش راح تقتل لي هي؟ اول شغله راح تقتل لي الفيروس انفكتد سيل، يعني الخلايا اللي موجود بها فت فيروس معين، الكانسر سيل هماتين تقتلها. زين زين ما عرف التسجيل كل ساعه جاي انقطع، ما اعرف شنو الخلل. اي ف وين وصلنا؟ مثال على ذلك السي تي ال اس اللي هو السيتوتوكسيك تي لينفوسايت
هاي ايش راح تستخدم لي؟ راح تستخدم لي البيرفورين وراح تستخدم لي الجرانزايم تمام to kill the target cell. They have ادها هاي الناتشرال كيلينج سيل سي دي بس نوع 56 وهذه النيشان مالت الهيلبر التايب ايش اسمه الهيلبر والسايتوتوكسيك كانت واحدة سي دي 4 واحدة سي دي 8 تمام. يقول لي and don't have ما عندها لا ال لا هذا الريسبتر لا التي سيل هذا مختصر تي سيل ريسبتر طلاب لا عندها تي سيل ريسبتر ولا عندها سي دي 4 ولا عندها سي دي 8 بس عندها سي دي 56 تمام تمام. يعني فروقات بين واضحة وأغلبيتها ده بس هذا النيتش اللي حكينا عليه بالتي بالتي سيل هو هاي أشياء يراد لها فهم تمام. أوه هاي هنا خلصت المحاضرة، يا رب تكون محاضرة واضحة ومفهومة، وألتمس منكم العذر المقدم إذا أخطأت في شيء، ويا رب كل التوفيق.